نأتي الآن إلى موضوع العدالة، الجزء الثاني إيه؟ من المحاضرة. أول شيء، ما هي العدالة؟ طبعاً عرفت بتعريفات كثيرة بالعشرات، لكن سنذكر إن شاء الله أقوم هذه التعريفات وأعدلها. تعريف يعني يكاد فعلاً إن شاء الله إيه؟ يرضي الجميع ويقول به الجميع. قالوا العدالة ملكة معينة، ملكة، شوف إيش المقصود بملكة؟ هذه توجب إيه؟ سلوكاً ممتداً وحالة دائمة، مش عرضية الآن تجده في حالة وبعد ساعة في حالة أخرى كأبي رياح، لا لا لا، ملكة ثابتة في النفس، كومبتنس، ملكة يكون معها المكلف سالماً أيها الإخوة من موجبات الفسق، يعني أسباب مقتضيات من أسباب الفسق، كما من خوارم المروءة. هي العدالة من أحسن التعريفات، ملكة، حالة نفسية ثابتة بتصير عنده، حالة نفسية ثابتة توجب حالة سلوكية دائمة دائمة في معظم أحيانه وأحواله. المكلف، كلمة مكلف فيها ثلاثة إيه؟ شروط، مسلم أو مسلم يعني، بالغ، عاقل. لذلك احفظوا هذا، شروط العدالة تقريبا خمسة: الإسلام، البلوغ، العقل، والبراءة والخلوء عن أو من إيه؟ أسباب الفسق. خمسة ومن خوارم المروءة، بس هذا العدل، هذا هو العدل. صحابيا كان إيه أو غير صحابي، حتقول الإسلام، بلوغ، عقل، فهمنا، لكن إيش هي أسباب الفسق؟ عموما أسباب الفسق هي المعاصي، كارتكاب الكبائر أو الإصرار على إيه؟ الصغائر. ممكن ما يرتكبش كبائر هو، بس بفعل صغائر ويصر عليها، فاسق. وفعلا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. العلماء قالوا الصغيرة إن أصر عليها استحالت إيه؟ كبيرة، إن جاهر بها استحالت كبيرة أيضا، ممنوع أن تجاهر بها وتصر عليها، تستحيل كبيرة، وإن داوم عليها، هذا الإصرار نفس الشيء. طيب، إذا لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار، إذا فهمنا إيش إيش أسباب الفسق: ارتكاب الكبائر والمداومة والإصرار على الصغائر. لكن أن يلم بالصغائر يفعلها مرة ويتركها مرات طويلة، هذا لا يعتبر فاسقا، صح؟ من منا يخلو من الصغائر؟ لا، ما في صغيرة، هذه ما في. قال تعالى: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أخرجكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. من ضعف الهشاشة البشرية لابد أن نلم بالصغار، شيء طبيعي ومعقول، لكن لا نديم ولا نصر عليها، حاشا إلا، هذا فسق. وخوارم المروءة أشياء مش محرمة لكن تخرم مروءة الإنسان، هذه قضية تتعلق أكثر ما تتعلق بالعرف، كتطفيف حبة أيها الإخوة. يعني مثلا يجي في السوق يشتري أو يبيع فيطفف بالإخسار أو بالزيادة أيها الإخوة في الميزان، ولو حبة، لو حبة قمح، يعني هذا لا يجوز، يخرم مروءتك. يأتي إلى السوق ويذوق طعام الناس ثم لا يشتري، مش كويس هذا. زمان كان إيه الذي يأكل في الشارع، تكون شيخ جليل تأكل في الشارع، يخرم مروءتك. أن تمشي حاسر الرأس بين قوم عادتهم إيش؟ تغطية إيش؟ الرأس، ولا ترعوي من هذا، لا تخشى العار، عند الناس هذا عار عندهم هيك عيب، هذا يخرم المروءة. معنى شغلة إيه؟ يقضي حاجته في الشارع مع أنه يستتر، لكن يبدو أنه يقضي حاجته، واقف يقضي حاجته في ما لا يليق هذا إيه؟ بإنسان إيه؟ من الرواة أو العلماء. خوارم العدالة أشياء مثل هذه تتعلق إيه؟ عفوا، خوارم إيه؟ المروءة. هذه العدالة، هذه العدالة في الجملة. حتقول إذا هذه العدالة فكيف تقول الصحابة كلهم معدول؟ في صحابة قتلوا، صحابة سرقوا، صحابة بهتوا، عملوا مشاكل كبيرة يا أخي، ما في أي عدالة هذه. هذا الشيء الذي يحير، هذا الشيء الذي يحير. قال لك لا، أصحابة كلهم عدول. على كل حال، الذي ندين الله به أن الصحابة كلهم عدول قاعدة صحيحة في الأغلب. إذا قلت إنها أغلبية، نعم الصحابة عدول، أغلبية. ما معنى أغلبية؟ يعني لها استثناءات. نحن نتكلم في الاستثناءات، صح ولا لا؟ نحن عكس الشيعة الإمامية الذين قالوا الصحابة كلهم مجروحون إلا استثناءات: علي، أبو ذر، سلمان، سعيد، زيد بن أرقم، المقداد، الأسود،
إلى آخره، يعني عشرات كذا والبقية كلهم والعياذ بالله. لا لا لا، حاشا لله، نحن نعكس تماما، نقول الصحابة كلهم عدول، قاعدة سليمة، لكنها أغلبية ليست مضطردة في كل إيه صحابي فردا فردا، لا 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 لا، لا استثناءات. قال بهذا العلامة محمد ابن إبراهيم ابن الوزير صاحب العواصم والقواسم، قال هذه قاعدة صحيحة لكنها أغلبية. ومثله بعد ذلك زهاء، يعني هذا 850 ألف، هذا حوالي 1000 وكذا في القرن الحادي عشر، الإمام محمد بن صالح المقبلي رحمة الله عليه، صاحب العلم الشامخ في إثار الحق على الآباء والمشايخ والأرواح النوافل، هذا قال أيضا صحيحة أغلبيا. نحن نقول بهذا صحيحة أغلبيا لا استثناءات، وهي قليلة بفضل الله. كلامنا في الاستثناءات، كلامنا فلسنا بفضل الله ممن في قلبه مرض أو دغل ونريد أن نشنأ جملة في الصحابة، حاشا لله، من نحن حتى نشنأ أنصار محمد وشيعة محمد وأحباب محمد يا أخي، حاشا لله، حاشا لله. ولكن كلامنا في الاستثناءات، والقاعدة صحيحة في الأغلب. بعدين يا أخواني، من المعروف لدى الخاصة والعامة أن مثل هذه الأمور يفهم منها إذا أردت أن تزن النصوص الواردة فيها بهذا الميزان العادل، يفهم منها أن الثناء على المجموع لا على الجميع. الثناء يتناول المجموع لكن لا يتناول الجميع فردا فردا. لابد تكون في استثناءات. لو أتيت قلت والله الشعب الليبي أطيب شعب، أطيب الشعوب العربية، وسلم لك الناس هذا، فإنهم يسلمونه على جهة أن الثناء على على مجموع الشعب الليبي وليس على الجميع. ولذلك سترى من الليبيين والعياذ بالله كتائب القذافي، ناس مجرمين قتلة والعياذ بالله، يفعلون ما لا يفعل. وهذا لا يخرم القاعدة، لأنها قاعدة ماذا؟ أغلبية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلتكم، هل فعلا فضل كل بني إسرائيل فردا فردا؟ حتى من قال الله فيه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى أن يقول فمثله كمثل الكلب. هذا في 60 داعي هذا، ولا مش صحيح؟ أو الذين أرهقوا موسى بالسؤال والجواب والاعتراض، أو الذين اتخذوا العجل من بعده، أو حاشا لله. لكن الله يقول فضلتكم على العالمين في الجملة في المجموع، يعني فعلا بنو إسرائيل في زمانهم خير أمة، أحسن من قوم فرعون، أحسن من قوم المشركة والوثنية، أكيد أكيد. لكن فيهم والعياذ بالله، فيهم وفيهم، ولا مش صحيح؟ ومنهم ومنهم. فثناء على المجموع لا على الجميع أيها الإخوة، ثناء على الجملة لا على كل فرد فرد. واضح؟ تعرف زي هذا؟ كقول النبي في الحديث المخرج في الصحيحين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين. وهذا الحديث من أعظم متكئات من يعدل كل الصحابة، وفي الحقيقة هو حجة لنا عليهم وليس العكس، بدليل النبي يقول خير الأجيال جيلي، خير الأجيال جيلي، وفي جيله كان عبد الله ابن أبي ابن سلول. طبعا هو واضح أنه يريد خير القرون من المسلمين. طبعا ما تقول ليش في أبو جهل وأبو لهب، لا 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 لا، واضح أنه من المسلمين، طبعا ليس على إطلاقه، واضح أنه سيقيد بأشياء من المسلمين، حتى من المسلمين ممن أظهر الإسلام أو من المسلمين في رأس النفاق، قالوا هذا أخرجناه لا نعتبره صحابيا. قلنا جميل، بماذا أخرجتموه؟ قالوا بالنصوص. قلنا ونحن أخرجنا الآخرين ممن فسق وتعدى وظلم بالنصوص، فلا يحل لكم ويحرم علينا. انتبهوا، شوفوا النقاش العلمي، أنتم أخرجتموه بماذا؟ بالنص، ونحن أخرجنا من أخرجنا ممن أساء السيرة وظلم وتعدى منا ممن تسمونهم أصحابا، وإن سلمنا لكم اللقم ما عندناش مشكلة، بالنصوص أيضا أخرجناهم بالنصوص وبالقواعد الشرعية، فلا بأس، فحلال لكم وحلال علينا. إذن ما في، لا نتناقض، لا نتناقض. وبعدين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم التابعون، جيل التابعين. وقد كان في جيل التابعين الحجاج ابن يوسف الثقفي الفاسق والعياذ بالله، المبير، قيل الفاسق هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي كان على الكوفة في زمانه، اللي أخذ بثارة الحسين، قالوا والمبير هو الحجاج ابن يوسف والعياذ بالله، الذي قال فيها الذهبي لا رحمه الله، الحجاج لا رحمه الله، الإمام الذهبي. و
والآن بعض النواصب، بعض النواصب الذين يبغضون أهل البيت يتشفون فيهم، يؤلفون كتباً عن الحجاج رضي الله تعالى عنه، يجعلونه من أعظم رجالات الإسلام. شيء غريب يا أخي، حقد على أهل البيت. الذهب يقول لا رحمه الله، الله لا يرحمه فعلاً، الحجاج المجرم هذا. كان فيهم الحجاج، وكان فيهم المختار، ألم صحيح؟ وكان فيهم الخوارج. الخوارج بعضهم الصحابة، وأكثرهم من إيش؟ من التابعين الذين خرجوا على الإمام علي. وكان فيهم النواصب، وكان فيهم البغاة الذين خرجوا على إمام الزمان أمير المؤمنين عليه السلام، أليس كذلك؟ والنبي يقول خلقوا قرني والذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكل هؤلاء في قرن التابعين، البغاة والخوارج والنواصب والحجاج والمختار وأمثال هؤلاء. حتقول لي بس خبر النبي لا يتخلف يا أخي، وهذا الخبر صحيح ومخرج في الصحيحين، والنبي لا يقول إلا حقا، فسر لنا حيرتنا. ما في حيرة، لماذا الحيرة والتهوك والتردد؟ والله ما في أي موجب الحيرة. إذا تحيرت في الآية وأني فضلتكم على العالمين، تحير في الحديث. إيش الجواب؟ ثناء على الجملة، هذا ثناء على المجموع، لا على الجميع ولا على كل فرد فرد. ورم الصحيح. وفعلا أنت بتلاحظ في الأخير جيل الصحابة في الجملة حتما بالحري أفضل من جيل مين؟ التابعين. وحتما جيل التابعين في جملته أفضل من جيل مين؟ تابعي التابعين. وهكذا، هذا صحيح، صدق رسول الله. النبي حقول لك أنت أهبل؟ أنت فهمت من كلامي أنني أوثق كل من في جيلي من المسلمين؟ أنا ما قلت هذا. كيف أوثق والله أنزل علي في أحد أصحابي إن جاءكم فاسق بنبأ؟ نزلت في مين هذه؟ في الوليد ابن عقبة ابن أبي معاوية. حتقول لا 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 القصة ضعيفة، قال بعض العلماء. لا لا لا، القصة بعد دراسة أسانيدها وهي كثيرة جدا لا يمكن أن تكون ضعيفة، بل هي قوية صحيحة قطعا. وعلى كل حال المفسرون والعلماء كفون المؤنة. ابن عبد البر وأبو الفرج ابن الجوزي حكيا الإجماع على إيه؟ على تفسير الآية بهذه القصة، ما في شك فيها إجماع. لذلك لا تكاد تعثر على مفسر معتبر إلا قائل آية نزلت في الوليد ابن عقبة ابن أبي معاوية. على كل حال إن لم تنزل فيه فهذا صاحب من أصحاب رسول الله، وهو فاسق بلا مثنوية، بما ثبت في صحيح مسلم من شربه الخمر، بل إدمانه على شرب الخمر، هذا في صحيح مسلم، وصلاته بالناس حين كان واليا عليهم بالكوفة من قبل إيه؟ أخيه لأمه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عن عثمان وأرضاه. صلى بالناس صلاة الفجر 4 ركعات، ما شاء الله يعني دبل، وبعدين سلم وسكران طالع ريحته، قال لهم أزيدكم؟ بدكم كمان؟ يعني مش مكفي 4؟ فقال ابن مسعود لم نزل معك من اليوم في زيادة. قال له ديننا كله فسد، حسب الله الوكيل. مسعود كان من المنكرين، ابن مسعود أنكر على عثمان بعض الأشياء، وأنكر على إيه؟ معاوية أشياء كثيرة في الشام مثل عبادة وأبي الدرداء وكذا. قالوا لم نزل معك منذ اليوم في زيادة. قال له ما شاء الله عليك، قال له ما شاء الله. وبعدين حد، هذا في صحيح مسلم، حد حد الشارب، حده سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وأخوه لأمه وأخوه لأمه، ثم عزله عن ولاية الكوفة، وضع عليها سعيد بن العاص على ما أذكر، سعيد بن العاص. وبعدين حتى شوف خاتمته، خاتمته ذهب يرتاد أرضا يجد فيها من يعينه على أي فسقه. فطاب له هواء الرقة بالجزيرة، وجلس هناك في جماعة من النصارى كان ينادمهم ويشربون الخمر حتى مات، والله أعلم بنهايته. هذا الرجل روى الذهبي في النبلاء قال الإسناد قوي، والسياق في الكفار اتركنا، أنت تقول إسناد قوي، وهذا ما ثبت عن عن عطاء أيها الإخوة ابن يسار، ثبت عن عطاء ابن يسار وعن السدي. والإسناد قوي كما قال الذهبي. جرت مخاصمة بين علي وبين عقبة بن أبي معيط، ومعه ابنه الوليد. فماذا قال الوليد؟ قال لعلي اسكت، قال لعلي أنا أفصح منك لسانا وأحد منك سنانا وأرد، وفي رواية أملأ للكتيبة منك. قال اسكت، إنما أنت فاسق، اسكت يا فاسق، عارفك أنا. فأنزل الله تبارك وتعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال الذهبي الإسناد قوي والسياق في الكفار. يا أخي في الفساق، هذا فاسق، والرجل فاسق بلا مثنوية، ويكفي إجماع المفسرين الذي حكاه ابن عبد البر وابن الجوزي
على أن آية الحجرات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً، وسنحكي القصة على جهة الاختصار لكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا.